الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الأعزاء، عشاقي الأصالة، محبي رياضتنا العربية الأصيلة، يسير على بركة الله وتوفيق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وشوطنا أيضا الثالث عشر يضم نخبة من الأبكار. الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ هذا الملتقى الكبير من هذه المؤسسات العملاقة والعظمى في هذا المهرجان، حاضرة في مهرجان سمو لعهد دبي الذي يشهد هذه المنافسات القوية والاستعداد الكبير من المضمرين لهذه المؤسسات التي ينتظرهم الجمهور من العام الماضي بالفعل. ونقدر بأن نقول بوابة المهرجانات لأصحاب السمو الشيوخ في هذا الموسم، فنتمنى التوفيق للجميع عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج وقناة ياس الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام هنا في ميدان المرموم في إمارة دبي في أرض آل مكتوم. الكرام، نسير إلى مقدمة الشوط ونتابع. الشاهينية تبدأ على مقدمة هذا الشوط، تأتي على المركز الأول من أجل ند الشبه، يضمرها سالم بن سعيد يقودها في عملية التضمير والتدريب، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني، وهذه الآن الشاهينية من هجن العاصفة ويتقدم غياث الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما الآن هذه الآن منوع على المركز الثالث من هجن سيح السلم يتابعها في عملية التضمير. حمد بن علي العويسي مضمر نجوم الخمسة يأتي في عملية تضميرها، بينما ناقد اللي على المركز الرابع، وفي المركز الرابع هذه الشاهينية من هجن العاصفة يتقدم غياث الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما نتابع اللي على المركز الخامس، وفي المركز الخامس هنا من تقدمت في هذه اللحظات المركز الخامس، وهذه الآن أوصلت اللي هي أيضا مذيار من تتقدم في بشعار ايضا نتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل غزلان، نعم، لهجن الشحانيه وهذا ايضا يتقدم في عمليه تضميرها وتدريبها. مشاهدينا الكرام، اللي هو جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يقدمها في عمليه التضمير. المركز السادس هذه هيلان شقره تتقدم لاوى هنا الشاهينيه نعم لهجن الرياسه، يضمر احمد بن مطر بن مايد الخيالي الرجلي كل الامتار حاضرا مع الشاهينيه. المركز السابع نراقب اللي قادمه هنا جهينه لهجن سيح السلم، سيف بن عتيج العميمي يتولى عمليه تضميرها على مستوى المركز السابع، بينما المركز الثامن من تقدمت في هذه اللحظات ووصلت مواري لاسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يقودها في عملية التضمير. المركز التاسع هنا الشاهينية أم شواهين هذه، نعم، لهجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وتاسعا المركز التاسع ياتينا شعار هجن سيح السلم. يا
يتقدم على مستوى المركز التاسع. هنا الوصول من قبل مشاهدينا الكرام، هذه سمحة لجنس حسلم عبيد بن حمد بن شينان المري يقودها في عملية التضمير. المركز العاشر هذه زعفران لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري يقودها في عملية التضمير. هذه نتيجتنا ولدينا للعشر المراكز الأولى. أوفينا لمسامحكم هذه الأسماء، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط في هذه الأجواء الملذذة بالغيوم. الله، الآن عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الشاهينية. هذه الآن أمامكم تشاهدون الشاهينية، الشاهينية ليجن العاصفة وإمبراطورية تجل العاصفة، يقودها غياث الهلالي في عملية تغميرها وتدريبها، بينما نراقب الوصول مع المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن ند الشبة يتولى عملية تغميرها سالم بن سعيد، بينما نراقب اللي على المركز الثالث الشاهينية كذلك من هجن العاصفة يتقدم غياث الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما المايدية، نعم المايدية هذه واصلة إلى المركز الرابع من أجل سيح السلم يقود أحد مضمرين. أيضا هذه المؤسسات يتواجد مشاهدين الكرام أحمد بن علي العويسي مضمر نجوم الخمسة يتقدم في عملية تضميرها وتدريبها، بينما نتابع الوصول مع المركز الخامس. المركز الخامس اللي تقدمت هذه مواري، مواري لاسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يقودها في عملية التضمير. شواهين قادمة إلى المركز السادس لهجن الرياسة، يقودها المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. أما الآن إلى المركز السابع، هذه الآن سمحة لهجن سيح السلم يقودها في عملية التضمير. عبيد بن شيران المري أحد المضمرين من العيار الثقيل يأتي الآن على مستوى المركز السابع، بينما في ثامن المراكز غزلان تدخلت. غزلان 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 هذه قادمة في هذه اللحظات وفي هذه المسيرة التي تسير لجنس السلم أو لهجن الشحانية، نعم يضمرها جار الله بن محمد العقيل المري. المركز التاسع عندنا اللي واصل هذه زعفران لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يقودها في عملية التضمير. وعاشر المراكز جهينة، جهينة لهجن سيح السلم سيف بن عتيج العميمي يقودها في عملية التضمير. هذه نتيجتنا ولدائنا الثاني يكتمل بحضراتكم عشاقي الأصالة، وبدينا الآن نعادل حزام الغابات. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى صدارة هذا الاندفاع. هذه الآن من غيرت إلى المقدمة، من غيرت الشاهينية، إمبراطورية تجل العاصفة على قمة الاستعداد في هذا الموسم الكبير، موسم 2022، وكل المضمرين مستعدين مع هذه المؤسسات القوية للختاميات اللي على الأبواب، والجمهور يترقب مشاهدة مشاهدينا الكرام ملتقى هذه المؤسسات الكبيرة. والآن نتابع اللي على المركز الثاني الشاهينية، الشاهينية بشعار هجن ند الشبة يقودها في عملية التضمير. وسالم بن سعيد يقودها في عملية التضمير. المركز الثالث هذه الشاهينية بشعار امبراطورية تجل العاصفة يقودها غياث الهلالي في عملية التضمير.
بينما شواهين غاضبة مع هجن الرياسة يضمنا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما شعار زود ينضم الآن مع أيضا المركز الخامس. وبالمركز الخامس هذه هي الشهامة لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن زايد الهيان يمع بن عتيج بن جسلة الرميثي يتقدم في عملية تضميرها. هذا الآن مضمر زود بينما الشاهينية قادمة لجنة الشبه يضمرها سالم بن سعيد يقودها في عملية التضمير، بينما غزلان قادمة من دولة قطر من الشحانية من هجن الشحانية يضمرها جار الله بن محمد بن عقيل بن طالب المري يتابعها في عملية التضمير. شواهين قادمة إلى المركز الثامن تدخلت لجنة الرياسة، أيضا يتقدم محمد بن عتيج بن زيتون الميري، وهناك أيضا الواصلة في هذه اللحظات من تقدمت اللي هي أيضا لجة لجنة الشحانية محمد بن خالد العطية الحوت يتابعها، ولكن وصل الكيلو والمتر الأخير الغلاف الجوي الأخير والشاهينية غادرت. الشاهينية غادرت، سلام للعاصفة، سلام لإمبراطورية العاصفة، دليل الجاهزية. ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. هذه الآن تسير مع هذه الأجواء الملذذة بالغيوم. الله 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 على هذا الأداء الكبير ما شاء الله. الجو غيم وخابرك تعشق الجو ودايم أنها تقول أن المطر لمة أحباب. هذه الآن الشاهينية، هذه الآن تسير مع المقدمة الأولى مع المركز الأول إمبراطورية تجن العاصفة. تهانينا يا قياد الإلال، تهانينا على هذا الأداء الكبير. بينما الشاهينية قادمة لجنة الشبة سالم بن سعيد يتابعها في عملية التضمير. سلام وتحية واحترام على فوز الشاهينية، على فوز إمبراطورية تجن العاصفة. تؤكد هذا الحضور، تؤكد هذا الفوز في هذا الصباح الجميل، في هذه الأمطار، أمطار الخير بإذن الله تعالى تعم على مدينة دبي دار آل مكتوم الكرام. تهانينا على هذا الفوز وهذا الانتصار. وهذه هي الشاهينية تهدي جماهير هجن العاصفة هذا الفوز وهذا الانتصار. ومهدي قياد الهلالي، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثالث شاهينية لجن ند الشباب، ثالثا شواهين لجن الرياسة، ورابعا الشاهينية لجن العاصفة، خامسا وصلت شواهين من هجن الرياسة. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، عودة للتوقيت الزمني والشاهينية وتألق العاصفة وتهدي جماهيرها بتوقيت زمني مقدار عطنا 12 دقيقة 53 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لقياد الهلالي. بينما ثانيا وصلت الشاهينية ب 12 دقيقة 54 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن ند الشبا وتهانينا لمضمرها سالم بن سعيد. بينما في المركز الثالث الشاهينية أو شواهين لهجن الرياسة 12 دقيقة 56 ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا والناموس لمضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري.